السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في تقديم مستجدات الكتالوج جوج لسنة 2015. بحال كل سنة كتالوج شهر فبراير تيكون على شرف الحب، لأن فبراير هو شهر عيد الحب وهو شهر الاحتفال بهذا الشعور الفريد. غادي نبدأ أولا بتقديم مستجدات المكياج وطلاء الأظافر قبل ما نمروا لصنف العطور، مستلزمات العناية الشخصية والعناية بالشعر، وأخيرا الأكسسوارات. أول منتوج هو كريم سيسي الثوري من جورداني جولد اللي تحظى بخصم مميز ديال 60% عند شراء 200 درهم من لو كاتالوج. هاد الكريم هي الحل اللي تخلق التوازن بين المكياج والعناية بالبشرة. تركيبتها خفيفة لكن تتغطي العيوب وتتمنح لون موحد على البشرة. هي كذلك كريم تتحمي من أشعة الشمس بفضل مؤشر الحماية 35 ومن علامات السن بفضل تكنولوجيا Anti Aging Brightening Technology اللي تتعطي الترطيب الإشراقة وتترجع الشباب للوجه. كريم سي سي هي متوفرة في جوج ديال الألوان. عائلة أوبتيمالز إيفن أوت تتكبر وتترحب بمنتوج جديد، هو مستحضر سائل مؤشر الحماية الشمسية 30. هذا المحلول تيتوفر على لو لينغون 50-50 المضاد للأكسدة، وعلى لو غوميكس اكتيف اللي هو مستخلص نباتي تقلل من انتاج لاميلانين فتقلل من البقع السوداء. تركيبة هذا المحلول هي خفيفه ومرطبه، واغلب النساء اللي جربوه تشهدوا بانهم لاحظوا بشره اكثر صفاء في جوج ديال الاسابيع فقط. الصنف الثاني اللي غادي نطرقوا ليه اليوم هو صنف العطور. مناسبة عيد الحب، أوريفلام تلقات عطر سو فيفر مستخلصات الزنجبيل في نسخة ليه وليها. بالنسبة ليها فسو فيفر هو عطر جذاب ومثير، تيتمتع بقارورة مميزة على شكل جسم المرأة. الرائحة ديالو غنية بنكهات زهرة الزنجبيل، خشب الصندل والكاسيس اللي تعطيو لهذا العطر طابع فريد تجعله مناسب للاحتفال بالحب. وحتى الرجال يمكن لهم يتمتعوا بعطر قوي ومثير، فسوفيفر للرجال تشكل هدية المثالية في هذا العيد اللي هو على شرف الحب. هو عطر ذكوري وشرقي تنسترجع فيه نكهات خشب الزنجبيل، المسك الأبيض والفلفل الحار. أما شكل القارورة ديالو فتذكرنا بصدر الرجل القوي. وللرجال مرة أخرى أوريفلام تلقات كولونيا مميزة باسم Fresh and Nature بنكهات الليمون الأخضر من المكسيك والفلفل الأسود اللي عندها عطر حيوي ومنعش. ثالث صنف في التقديم هو متعلق بمستلزمات العناية الشخصية. في هذا الصنف تنوجدو مجموعة نورد فور مان جديدة اللي فيها ثلاثة ديال المنتوجات الرائعة باش الرجل يبدا نهارو. اولا اخذ دوش منعش بواسطه لوجيل نورد فور مان اللي جوج في واحد كينظف وكيرطب الجسم والشعر. تحتوي على لو مونتور للاحساس بالانتعاش كل صباح. ثانيا استعمال رغوه الحلاقه اللي تتوفر على تكنولوجيا كلايد من اجل حلاقه سلسه وبكل نعومه. هذا المنتوج هو مناسب للبشره العاديه وتساعدها تبقى في صحه جيده. ثالثا ما نساوش استعمال بلسم الترطيب بعد الحلاقه بلارتيك برو ديفونس ولو مونتول من اجل تهدئه وترطيب الوجه، لكن في نفس الوقت كيبرد البشره وتجعلها تنتعش. جديد اوريفلام هو اطلاق لمجموعه جديده للعنايه بصحه الاسنان والفم. مجموعه اوبتي فريش تتعاود الاطلاق ديالها بلو سيستيم 8 اللي تحمي من السوسه، ما تخليش لو تارتر ولا بلاك دونتيري تكونوا، تحمي مينا الاسنان من التاكل، تحافظ على صحه اللثه، تخلي النفس منتعش، تقوي الأسنان وتحارب البقع. معجون الأسنان أوبتي فريش متكون من ثلاثة ديال الأنواع، كلها تتمنح حماية لمدة 12 ساعة. أول نوع كريستال وايت مذاق النعناع الجليدي تمنح بياض فريد للأسنان وتحيد البقع في جوج ديال الأسابيع فقط. النوع الثاني توتال بروتكسيون بالنعناع تمنح حماية 360 درجة. وآخر نوع إكستريم فريش توفر نفس منتعش لمدة 6 ساعات. وفي هذا الشهر ما تنساوش تعتنيوا بنفسكم وتعيشوا لحظات غير لكم بفضل رغوة الاستحمام لوف بابلز بالعطر الناعم واللذيذ ديال لاميختي، سكر ورائحة الزهور.
هاد المنتوج هو متوفر في حجم 750 مليليتر وبخصم هائل. أما في آخر صفحة للكتالوج فتنوجدو مجموعة بي ماين بألوان الحب اللي تضم صابون وكريم اليدين بعطر أنثوي رومانسي بنكهات الفواكه الحمراء أزهار شجرة الكرز والمسك. أخيرا غادي نمرو لآخر صنف اللي هو صنف الأكسسوارات واللي هو مهم هاد الشهر بالنسبة للهدايا. اقتراح جميل بالنسبة لهدية تاع عيد الحب هما أقراط بلو فيغ تشيك وبلاسي إينوكسيدابل وبحجم 0.8 سنتيمترات. تتواجدو في علبة جد رومانسية على شكل قلب باللون الأحمر المخملي وبالحرير داخل العلبة. آخر أكسسوار هو سوار بكلمة لوف أو حب بالإنجليزية، هو باللون الفضي وتتشد بسهولة. طول ديالو هو 16 سنتيمتر وفيه 3 سنتيمترات ديال لاغالونج، ما تحتويش على لو نيكل فما تشكل حتى خطورة، وهو أكسسوار جميل بالنسبة لكل يوم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التقديم وموعدنا الشهر الجاي.